عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في السكند سيمي فاينل ما بين فناتيك و جي 2 على مستوى انفيرنو مع بيك طبيعي من عند فريق الفناتيك، لكن في اخر المطاف انطلاق البيست راوند ذهب في اتجاه الجي 2 بعد دبل من عند سكريم اللي بطبيعه الحال يظهر في المباراه هذه مترشق ويلينج باش ينتصر في المباراه هذه امام نظيره الفناتيك اللي يلعب منقوص اولف مايستر وينتون في التعويض. مباراه مشوقه في بيست اوف 3 تنتظر فينا بطبيعة الحال. ناخذ وقتي باش نحكي لكم شوي على الفيتو. نذكروا انو هنا فناتيك قاموا بالبان على دوس 2، جي 2 تخلصت من ميراج، فناتيك اخذت انفيرنو وجي 2 بطبيعة الحال اختارت كاش. من بعد كوبلستون اوفر باس تم التخلص منهم وترين تبقى كديسايدر ماب، وتنطلق المباراة هذه بانتصار اول لصالح الجي 2 اي سبورتس على نتيجة 1-0. فريق الجي 2 او تكوينة الجي 2 اللي كانت سافرت من فريق الى اخر اخيرا تستقر في المرحلة هذه مع الفريق الفرنسي جي 2 اي سبورتس، وحاليا يحاولوا اذا انهم يرجعوا الى السابق وسالف عهدهم بالانتصارات وكذلك الجيدة. بطبيعة الحال عندها لاعبين من مستوى عالي، نحكي على ار بي كي، نحكي على سكريم، نحكي على سميثز، نحكي على شوكس وبادي كذلك. بادي اللي صراحة في المباريات الأخيرة نتاعو ما عطاش مفعول جيد للغاية، لكن في آخر المطاف يبقى لاعب فعال للغاية. زين نتحدثوا بالاساس معناها حاليا على تمركز لاعب سكريم في الانتظار على مستوى البنانا، محاوله تاع تدخل من عند الفناتيك ما بين البنانا والميدل، وكما قاعدين نلاحظوا حاليا فما انتظار من عند اللاعب سميثز اللي عادي الانفو للفريق نتاعو. نذكروا اني انفيرنو رغم انه تم التخلص منها من خرائط الرسمية للمسابقات المحترفة لكاونتر سترايك جلوبال اوفنسيف، الديسيجن اللي تم اخذها لم يتم تطبيقها في الدوري الحالي الاي اس ال برو ليج، وسوف يتم تطبيقها بعد الاي اس ال برو ليج. ومحاولة تاع مرور حاليا من فريق الفناتيك في اتجاه البامب سايت اي سميثس الانتظار انطلاقا من لونج لاين اب، ودانيس يلقى الهاشة تاع سميثس. محاولة المرور من عند جي من عند الفناتيك في اتجاه البامب سايت اي، ار بي كي موجود يتخلص من جي دبليو وينتون يلقى نفسه انفو يلقى البيك اب على ار بي كي، ما يبقى له ثلاثة لاعبين من جي تو. محاولة لهنا مداهمة لاعب الجي 2 على مستوى السام بيت شاكسي يتمكن ايجاد دبل ويسقط ضحية للام بي 9 اللي على ايدي كريمز، وما يبقى ولا سكريم وبادي اللي باش يفارعوا اثنين من منافسيهم اللي قاعدين يلعبوا من غير كافلر ولا هيلمت. تاتش كبير للغاية وبادي يتمكن ايجاد هاد شوت على دانيس. سكريم لهنا في محاولة تغطية التيم ميت نتاعو ويمكن الفريق نتاعو من ايجاد الدفيوز، و 2-0 لصالح جي 2 اي سبورتس. ايكو راوند مخارقة للعادة لفريق الفناتيك، لكن جي 2 اي سبورتس في نجاعة أكبر يتمكنوا من إصلاح الوضع و 2-0 إلى حد الآن. اثنين صفر اذا وجي 2 اي سبورتس بطبيعه الحال في فول باي امام فناتيك تلقى نفسها اير كيس وبطبيعه الحال يوتيليتي. نذكروا انه فريق الفناتيك تمكن ايجاد 3 بيك ابس ووجد نفسه البام بلانت في ايكو راوند، وهذا شيء مهم للغايه. يترك اذا الفناتيك في وضع مالي يقارب بشده الوضع المالي اللي عند الجي 2 اي سبورتس، يعني سكريم هو اللاعب الوحيد اللي ممكن القاعده الماليه نتاعو مرتفعه كفايه ممكن يخلق الفارق على مستوى القاعده الماليه، لكن في اخر المطاف اذا حتى اذا كان يخسر الراوند هذايا يلقى نفسه مجبور انه يلعب ايكو راوند. حاليا 3 كيلز اللاعب جي 2 اي سبورتس، وكانه قاعد يحضر لنا في مباراه خارقه للعاده امام فناتيك تلعب كما قلت منقوصه اولف ماي ستايل اللي تم تعويضه بوينتون. وينتون لاعب جيد لكن نستبعد انه من طراز لاعب اولف ماي ستايل. سؤال مطروح، هل انه من الممكن الوانتم انه يعوض على النقص في صفوف الفناتيك؟ جي 2 كما نلاحظوا في الانتظار درس نتاع صبر، ما فماش محاوله نتاع اوفر اكستاندينغ على مستوى ممكن الميدل، يعني يحاولوا لاعبي الجي 2 اي سبورتس انهم يغطيوا على البوم بلانتس عن بعد، لكن تبقى الاشكال الوحيد في الخيار التكتيكي هذا هو انه مرور وتحركات الفناتيك تبقى مجهوله للاعبي الجي 2 اي سبورتس، يعني يقعدوا معولين تماما و
بالاحرى على الدايركت كونتاكت. مونتيز سبريمن سميث اسبع استعمل فلاش اللي خلصوا من كريمز ار بي كي موجود في التغطيه ويتخلص من جي دبليو ريفانج من وينتون اللي يصلح تصير الامور. بادي بهاتشت على فلاش يتخلص من اخر لعبه الفناتيك موجود في تي جي ال بوب سايد بي شوكس وسكرين بينقذ الوضع يمكنوا جي 2 من راوند ثالث في صالحهم. ويعني في ناس اخرى الفناتيك لاني قاعدين يلعبوا تقريبا بنفس المنهجيه نتاع فريق الان اي بي وبطء كبير ما يتركون من 10 ثواني في وقت الراوند قبل التدخل على بوم سايد اي ان كيم. نفتقدوا هوني الضغط فريق الفناتيك، نفتقدوا الاجريسيف بلايز، نفتقدوا كذلك التعنيف والتعنف نتاع الفناتيك على مستوى انفيرنو. وكينو فريق اخر قاعد يلعب ونحسوا المره هذه فقدان اللعب اوف مايستر على مستوى على مستوى ورقه اللاعبين. شوكس ينطلق في الراوند الحالي يلقى هاتشت سريعه وممتازه خارقة للغايه انطلاقا من الميدل على راس مونيسو جي دبليو دانيس فلاتشر وينتون وكريمز اللي يلعبوا حاليا بيستولز في بطبيعه الحال ايكو راوند باش يحاولوا انهم يخلقوا الفرق امام منافسيهم. كما قاعدين نلاحظوا انتظار على مستوى الميدل يعني ما بين مكسيكو عندنا وينتون فقط اللي يحاول يتمركز على مستوى البويلر يبحث بطبيعه الحال على ايرلي بيك يمكنه من انه يسوي الفرق العددي ما بين الفناتك والجي 2 ويا سيما انه يلقى نفسه سلاح يعطيه ممكن اكثر امباكت على مستوى الراوند الحالي. كما قاعدين نلاحظوا مازال انتظار يطول دقيقه اللعب جي دبليو اللي مات في المرحله الاولى نتاع الراوند هذايا من بعدها حتى اكشن ولا اكشن وحيده تتم لاعبي جي 2 اي سبورتس ب 100 هيد بوينت. نفس الشيء الفناتك استعمل مكثف اليوتيليتيز ما بين فلاش سموكس وانسندياريز ومن محاوله المرور في اتجاه البوم سايت اي من عند الدانيس. دانيس في محاوله البحث على التمركز منافسي مازال ما عنده حتى ادنى فكره ويترك المجال للتيم ميتس نتاعو باش يتقدموا في اتجاه اللونج. وكما قاعدين نلاحظوا ميتسوبي على ما اظن لا عاد الى خلف بخير دانيس انه يتبدلوا. ممتاز على هاتشات من دانيس على شوكس خارقه للعاده بعد عنين طويل فول بالت مكن دانيس من انه يلقى هاتشات على منافسه شوكس. لكن المعلومه اللي ما عرفهاش دانيس هو انه فما لاعب اخر متمركز على مستوى الساند بيت وكان سميث اللي تمكن من ايجاد دبل من ظهر فلاش دانيس يكمل سبراي يتخلص من كريمز ما يبقى حتى لاعب على قيد الحياه. الدفيوز اللي يتم وراوند رابع لصالح الجي 2 اي سبورتس الى حد الان. أربعة صفر إذن جي 2 اي سبورتس لاقين الادفانتج امام الفناتيك الى حد الان. سيناريو ما كناش ننتظروا فيه بالطريقه هذه وجي دبليو يتمكن اخيرا من ايجاد اوب الوندر تشايلد جاسبر حاليا على مستوى الميدل يحاول يبحث على نقطه تمكنه من انه يسهل مأمورية الفريق وبالتخلص من لعب من سكواد الجي 2 اي سبورتس. في موقع اخر ميثز باسيف بوزيشننج يحاول ممكن انه يبحث على موقع ايا كان من منافسيه ممكن ننتظر في مداخله من البويلر كما اعتادوا الفناتيك في راوندز الفارطه انهم يتحركوا فلاشه من ناحيه اخرى يحاول يضغط بطبيعه الحال على البنانا كيف ما استنسنا لكن لحد الان ما لقى حتى ادنى نجاح في الحركيه نتاعو. سبراي من عند فلاشه ما لقاش به الدمج على منافسيه. سميثز بالاو في موقع اخر يتخلص من جي دبليو سبراي من بوتي يخلصوا من فلاشه ولاعبي الفناتيك يدخلوا حاليا في اتجاه البوم سايت اي على ما اظن. لحد الان مازالوا متمركزين على مستوى اللونج كريمز ممتاز بالاو يتخلص من سميثز وهذه حاجه تفتح نسبه للبوم سايت بي. لاعبين اخرين لاعبين اخرين مازالوا متمركزين قريبا من البوم سايت اي كما قاعدين نلاحظوا انطلاقا من الساند بيت ار بي كي ممكن هنا يمثل خطر على منافسي شوك سمح حاليا يتخلص من ويبتون ممتاز سبراي من بعد كريمز يبقى اخر لاعب على قيد الحياه يتخلص من ار بي كي في ريفنج كيل وهنا البوم بلانت يتم اخيرا على اي دي كريمز ممتاز الانسندياري من شوكس ويمكن فريق جي 2 اي سبورتس من ايجاد راوند 5 لصالحهم 5-0 والفناتيك تعاني. خمسة صفر إذن
فناتك لحسن حظهم قاعدتهم ماليه مكرتهم من باي اخر. الباي هذا بطبيعه الحال ممكن يكون الاخير قبل ايكا، وفي صوره انهم خسروا الراوند هذا وسميث سيمونيس باخر يتخلص من جي دبليو ار بي كي في سبري يلقى الهاتشت على الدانيث في عمليه بوست على الميدل شوكس يلقى بيك اب على وينتون ما يبقى ولا كريمز يسقط تحت ايدي ار بي كي ما يبقى الا فلاشا وحده لا قوه له امام اربعه من السي بعد سقوط اللعب ار بي كي يحاول انه يتقدم على الميدل امام موتسيفو يستعمل سموك نتاعو باش يغطي على نفسه كان تخلص بطبيعه الحال من الانسيدياري تم القاء بها على مستوى الميدل سموك ثاني لهون يغطي على مستوى البويلر وكذلك شوط يحاول فلاشا حاليا فتش يعني بطبيعه الحال مرور من الشوط ما يعنيش حاجه كبيره يرجع الى خلف فلاشا يحاول يستغل السموك اللي قام باستعمالها بضع ثواني من قبل وكما قاعدين نلاحظوا فماش تغطيه كبيره على الباو سايت اي فلاشا معرض للباكستاب كما قاعدين نلاحظوا شوكس راح ياخذ الاتجاه المعاكس اللي مشي فيه منافسه فلاشا يتقدم بضع خطوات على البوب لاند سميثز بالاوب ما يرحموش ويتخلص منه 6-0 لجي 2 اي سبورتس. جي 2 حاليا في سيطره تامه على الوضع ما عندي برشا ما ريتش فريق سكريم يلعب بالطريقه هذه ويعني حتى من الاحصائيات جيده للغايه شوكس يعني كيدات سميثز 8-6 ار بي كي 4 سكريم و4 البادي يعني حتى على مستوى النتيجه ما همش بعض على بعضهم بطريقه كبيره الجي 2 اي سبورتس يعني كل لاعب من الفريق الفرنسي قاعد يعطي في مردود طيب ومقبول مقارنه بفناتيك اللي فاشله بطريقه كبيره في ان تلقى اي نجاعه كانت يعني كيل فقط جي دبليو كيل فلاشر 2 الوانتون 2 الدانيس و3 الكريمز اللي عاده نلقاها في اخر السكور بورد نلقاها هو يترعس اذا السكور للفريق نتاعو وكما قاعدين نلاحظوا فوسيت باي من عند فناتيك تنطلق سقوط كريمز تحت اوب سميثز محاوله نتاع تداخل متعصب حاليا في تيشيرت بوب سايد اي جي دبليو يتقدم هاريس كاري وولد يقل بيك اب على بي كي شوكس يتخلص منه في ريفنج كيل من عندنا لهنا شوكس يتحصر على مستوى الفودكا يستعمل الفلاش نتاعو يحاول يخرج فلاش لاني مضاد وانتم يلقى عليه بيك اب سقوط شوكس لهنا ممكن معلومه تكون خطيره على لاعبين جي 2 اي سبورتس اللي حاليا يحاولوا انهم يقسموا بعضهم على البوب سايد اي وبي هنا عوده الى خلف من لاعبي فناتيك بعض الضوضاء اللي قاموا بها الكل يحاولوا يبعثوا فلاش في فرونت لاين مش حاول يضغط على منافسي سبراي جيد يقدم دمج على سكريم لكن غير كيفي مش حاطه في وضع خطير للغايه انه بعضه يتلقى الكثير من الدمج 18 هيت بوينت ما عنده حتى لاعب اخر في المساندة اللي تغطي البوم سايد بي غير انه يرجع الى خلف وعلى الاقل يعدي الانفو لفريقه صورة انه لاعبي الفناتيك تقدموا في اتجاهه 50 ثانيه فقط متبقيه وكين راوند طال 5 دقائق هيد شوت جيده من عم تانس لكن ما كانش كافيه بتخلصوا من سميثز اللي بطبيعه الحال يبقى على قيد الحياه 6 هيت بوينتس فقط سكريم اخر لاعب يتبقى في حاله صحيه جيده ممكن عنده اكثر تشانس انه يربح دولز وفلاش يتخلص من سميث بسرعه كبيره سكريم مطالب بانه على الاقل يفسخ واحد من منافسيه وانتون يدخل البوم بلانت يقوم بزرع سيفو وممتاز سكريم اللي يلقى الظاهر نتاع منافسه فلاشا وفي 2 في 1 مطالب وانتون بالاوبن على يديه من انه يتخلص من اثنين من منافسيه عاود الى خلف من بادي يحاول انه يبيغت المنافس نتاعو انطلاقا من اللونج استعمال نتاع انسنديري على مستوى اللايبرري في الحال يضغط على منافسه وانتون اللي حاليا يهبط للساند بيت الوقت لهنا يلعب ضد الجي 2 اي سبورتس فناتيك لازم يتشبثوا بفرصه بقاء وانتون على قيد الحياه والضغط نتاعو على منافسيه فشل في انه يجد سكوب يرجع يحاول يستغل الانفايرمنت لصالحه لكن بادي كان لقى عليه الهيد شوت ويخلي الاوب بطبيعه الحال في الساند بيت يستغلوا بادي للراوند القادم و7-0 لجي 2 اي سبورتس ممتاز للغايه الفريق الفرنسي. ولحد الان الفناتيك في فشل تام في ايجاد اي حل جذري يمكنهم على الاقل ايجاد ادفانتج على منافسيهم من الجي 2 قاعدين نلاحظوا عندنا دبل اوب حاليا ما بين سميثز وشوكس وعلى ذكر سميثز هات شوت على جي دبليو بيك اب مهم في انطلاق الراوند هذايا يترك بطبيعه الحال فناتيك في وضع سيء للغايه دانيس متواجد على المستوى الميدل ويتمكن من ايجاد اوب تيم ميت نتاعو يرثو بطبيعه الحال ويحاول انه يضغط على مستوى البنانا سموك جيد دفاعي من لاعبي جي 2 يعملوا اكثر ضغط على لاعبي الفناتيك ويتنقصوا في الحلول اللي موجوده بين ايديهم دانيس يعاود يطلع للميدل يحاول ممكن من تمركز انه يضغط على منافسيه لكن جي 2 في مناسبه اخرى وكان لاحظوا يعني ديما يحاولوا انهم يبقوا في مواقع دفاعيه تخليهم بطبيعه الحال سيف اند ساوند يبتعدوا من امكانيه ممكن العوده
نتاع الفناتك في المباراه بيك اب او اثنين اللي الجراء نتاعهم تنجم تكون تمركز سيء ومتعصب. انا لاني محاوله نتاع بيك من عند تاعنا سيفتل في التمكن من معرفه الموقع نتاع ار بي كي اللي بسرعه يتخلص من منافسه من دون اي اشكال. انا فلاش بانك محاوله ممكن المرور من عند لاعبي الفناتك اللي تم ردعه بالفلاش بانك اللي تم القاه حاليا. سموك مبدئي هجومي من عند لاعبي الفناتك، سموك دفاعي ثاني يتم القاه من عند جي 2، وسميث مره اخرى بالاوب يتكلم ويتخلص من وان تاون ار بي كي في دبل يلقى الهاتشوت على كريمز وما يبقى له فلاش على الاقل حيث 95 هيد بوينت يخسر من زوز مواقع يحاول يخير انه يتقدم للبوم سايت. و ار بي كي في تريبل ينهي الراوند 8-0 لصالح الجي 2. تكنيكال بوز او تكتيكال بوز؟ تكتيكال بوز مطلوبه من عند سكريم من عند كريمز ولا شيء عادي بحكم انه النتيجه حاليا 8-0 فناتك في مازق لحد الان. وبطبيعه الحال التكتيكال بوز هذا ممكن تعاونهم باش انهم يلقاو الحلول الناجعه اللي بطبيعه الحال كانوا متقدينها على طول المباراه. يعني نتصور النتيجه 10-5 تنجم تساعد فناتك، 10-5 هي ادنى نتيجه مطلوبه من عند الفريق السويدي. جي 2 اي سبورتس من موقعهم مطالبين انهم يكملوا يضغطوا على منافسيهم ويقتربوا اكثر من انتصار اكبر نتيجه ممكنه، وهذا ما هو الا شيء عادي. عاد إذا المباراة أصدقائي صديقاتي بعد عودة الفناتك في المباراة تاكتيكال بوز. كما كنا نحكيو ممكن أعطت الفناتك الجرعة اللي حاجتهم بها نتاع الثقة وكسر المومنتوم للاعبي جي 2 اي سبورتس. عودة إلى خلف بعد استعمال السندياري جيدة للغاية، جرينيد هوني ما كانش عنده مفعول كبير، شوكس يحاول يتقدم بطريقة خطيرة على مستوى المولوتوف، خسر بعض الهيد بوينتس اللي نجموا يكونوا ثمينين ليه للبقاء على قيد حياته. بوزيشنينغ ممتاز شوكس اول على الدانس، موقع نتاعو خطير بالطبيعه، حاول يستعمل سموك باش يغطي على نفسه. اوه جيد للغايه سموك من عند شوكس حاليا يعاود التمركز نتاعو، فلاش يلقى الهاتش اخيرا على باتي، ممكن فتح للبوم سايد بي لصالح فريق الفناتك. محاوله العوده الى خلف جرينيج ما كانتش جيده للغايه لكن تترك فلاش 89 هيد بوينت حاليا 8-0 اذا ودقيقه فقط في وقت الراوند هذا ممكن تعلن على الراوند الاول لصالح الفناتك. اعاده استعمال سموك سلوني، محاوله المرور بعد سموك يتم القائه في اتجاه السيتي، محاوله المرور من عند فلاش ممتاز شوكس يلقى بيك اب اول ومبدئي على جي دبليو، محاوله القفز من عند فلاش يفشل مبدئيا في انه يمر هنا الفوت ستابس نتاعو في حال ما عطيوش البوزيشن نتاعو، فلاش اخيرا يتخلط من شوكس البوم بلانت يتم وتعدد ثلاثه مع كريمز لقى نفسه 16 هيت بوينتس في الانتظار على مستوى الكونستراكشن. محاوله المرور سبريز بلا عنوان فشل من عند وينتم في انه يلقى الدمج بالاوب على يدي على اي لاعب من جي تو اي سبورتس، محاوله المرور من عند ار بي كي تمكن من انه يلقى البيك اب على كريمز وعلى لين سكوب من عند وينتم في الانتظار، ممكن مرور لهنا من عند لاعبي جي تو اي سبورتس انطلاقا من الكونستراكشن يبقى بطبيعه الحال هو فلاش في محاوله تخطيط انفسهم لين الحصار يغب وينتون يلقى بيك اب على ار بي كي سقوط وينتون ما يبقى الا فلاش، فلاش يلقى هيد شوت على سميث يبقى في 1 في 1 مع سكرين، سكرين مطالب انه يربح الدول هذا اذا كان في الحال يحب يقعد في السيطره على الوضع يلقى نفسه ار كي 47 بعد الامو تو فيل ويحاول يقوم بالدفيوزر ويشل لهنا سكرين في انه يلقى الهيد شوت على المنافس نتاعه، استعمال نتاع سموك لهنا مبدئي في الحال يعطي تغطيه نسبيه 2 و1 يقوم بالدفيوزر ويامن الراوند التاسع على جي 2 اي سبورتس برغم انه فلاش تمكن من التخلص منه هاي هيت كان متاخر للغايه و9-0 لصالح جي 2. ممتاز سكريم ممتاز رغم انه فشل في ايجاد النجاعه باستعمال الهاكي اللي على يديه كان تمكن من انه يضغط على منافسه، يعني اذا كان ركزنا حتى على التمركز نتاعه في لحظه الديفيوزر يعني وقف بطريقه ان يتبعدوا من الكراشر نتاع منافسه بحكم انه فلاش يعرف وين سيفو، حاجه عاديه انه باش يضرب في اتجاه سيفو. سكريم بكل حنكه حط روحه على جنب يعني ابتعد قليلا على البوم بلانت وحاول يقوم بالديفيوزر عن بعد وهذا بطبيعه الحال مكنه من انه يبقى على قيد الحياه الخمسه ثواني، مكنه من انه ينقذ الراوند للفريق نتاعو.
9-0 إذن الجي 2 مازالوا في سيطرة على الوضع. أوبا على أي دي جي دبليو وسقوط اللاعب دانيس تحت الإم 4 تاع بادي، محاولة الدخول بطريقة متعصفة في اتجاه البون سايت بي على ما أظن، لكن عاد إلى خلف بعد سقوط اللاعب دانيس، ما هي إلا حاجة عادية. وفريق الجي 2 حاليا يحاول بطبيعة أنه يضغط على منافسي بأحسن طريقة ممكنة، يعني سقوط اللاعب بادي في مناسبة أخرى وأربعة ضد أربعة. أوه سميثز في دبل شوت وحيدة كانت خلص من وانتون او جي دبليو، جي دبليو مش ضحية للشوت متاع الاو متاع الابننت متاعو ار بي كي، يلقى الهاتشوت على كريمزو. فناتيك ما قعد منهم كان اسمهم في المباراة هذه، نايف من عند فلاشا يستعمل سموك متاعو بطبيعة الحال، يحاول انه يضغط على منافسي او يتحسن من ظهر من عند سميثز، يتمكن من ايجاد راوند 10 للجي 2 اي سبورت. وعندي احساس لان باش نعيشوا نتيجة 15-0 لصالح الجي 2، ما نعرفش عليه والله، لا نعرف عليه. انطلاق اذا للراوند الحادي عشر، بيك اب من عند ار بي كي وسكريم على منافسي هم، ار بي كي از اون فاير، سكريم كذلك وثريبل سكريم دبل ار بي كي. راوند كان سهل نسبيا للجي 2 اي سبورتس، يعني ملحمه ومجزره في حق لاعبي الفناتيك اللي بكل صراحه ما نعرفش شنو حتى اللي صاير، والله ما نجمش نصدق اللي قاعد يصير حاليا. سكريم يعني اذا كان نغزو النتيجه نتاعو نلقاها هي ناس، اذا كان جيتش نقول 9 كيلات السكريم ديث وحيده، يعني السيد قادر انه يبقى على قيد الحياه، معناها هذا حاجه تزيد تنحتلنا صوره فقدان النجاح لفريق الفناتيك حاليا. ار بي كي في الانتظار يستعمل انسانديري نتاعو على الميدل، وبطبيعه الحال الفناتيك باش يحاول انهم يقوموا ما نعرفش بدوره، حبوا يدخلوا من الأ ما نجموش، حبوا يدخلوا من البي ما نجموش، حبوا يمشيوا من الميدل ما لقاوش حتى حل. شنو هي الحل الفناتيك؟ الحل الفناتيك انه يبداوا يلعبوا كاونتر سترايك حاليا، خاطر ماهمش قاعدين يلعبوا في كاونتر سترايك اللي قاعد نشوف فيه، ما فماش نجاعة، فماش تكتيكال يوز نتاع اليوتيليتي، ما فماش دايفرجنز، ما فماش نجاعة. ويعني كريمز هو اللي قاعد يقدم، هو اللي قاعد يلعب في الدور نتاع الانتري فراجر، وكريمز ليس معروف كانتري فراجر. نتصور اذا كان دانيس ودي دبليو هو اللي يقدموا ممكن اكثر فرص تبقى الفناتيك من انهم يتمكنوا من ايجاد الانتري يعاونوهم على الدخول البوم سايت ايا كان. وعندنا لهنا كريمز يتمكن لما حال من ايجاد الهيد شوت على ار بي كي بعد تغطيه جي دبليو، جي دبليو بطبيعه الحال كان هو عرض الخطر، ودانيس يسقط الاوبن تاع سميثز. سقوط لاعب ار بي كي معلومه خايبه للاعبي الجي 2 ايست بوست، كانوا يحاولوا انهم يبقاوا في سيطره على البوم سايت. كريمز وفلاش يفسقوا سميثز وشاكس، واخيرا راوند ممكن في اتجاه الفناتيك، ما يبقى لا بادي على قيد الحياه بانفو على اي دي، حاول بطبيعه الحال انه يضغط لعل انه في محاوله البحث على ايجاد الكلاتش. فناتيك يحاولوا انهم يتشبثوا بالنتيجه هذه ممتازه، الهيد شوت من جي دبليو اللي ما يخسر الا لاعب فقط كان دانيس فراوند حالي، 11-1 اخيرا للفناتيك اللي يستفيقوا من صوبيتهم ويلقاوا انفسهم راوند شرف على الاقل. ليش واحد اذا فناتيك يلقى اوب على اي دي جي دبليو، اربع اعكاس على بقيه سكواد. اخيرا الحل ممكن كان في مداخله سريعه على مستوى البوم سايت اي، سوء تمركز من عند لاعبي جي 2، سوء استعمال لليوتيليتيز، ما ريناش سموك اللي ممكن كان تمكن فريق الفناتيك في فريق جي 2 في انه يغطي على نفسه، ما ريناش السندياريز ولا الفلاشز اللي كان نجم يرقبهم وقت ثاني تدخل ويلقى بيك اب على بي كي ويدور بدبل شوكس. ما يبقى ولا ثلاثه لاعبين من سكواد نتاع جي 2 وسكريم يتمكن يجي على شطاره من نفسه دانيس ويبقى 100 هيد بوينت بطبيعه الحال، لكن كريمز يلقى عليه هاتشوت من دون اي اشكال 100 هيد بوينت او ليه، يعني كانت خلص منه في شوت وحيده والبوم بلانت يتم على اي دي
لاعبي الفناتك استعمل المولوتوف انطلاقا من الساند بيت. جي 2 هم مطالبين بانهم يقوموا بسيف الاسلحه نتاعهم ويخيروا انهم يتركوا الراوند هذا لمنافسهم 16 كيل السميثز ويخير انه يبقى متوري من انظار منافسيه. في وقت اللي بطبيعه الحال فناتك يلقوا انفسهم راوند ثاني جي 2 اي سبورتس كانوا عندهم ستريك نتاع 11 انتصار متتالي وهذا بطبيعه الحال يخلينا نضع العديد من نقاط الاستفهام على المباراه هذه ما بين جي 2 والفناتك. ديرت نين وكما قال اللاعبو جي 2 اي سبورتس حاليا لاقين ادفانتج في المباراة و يعني رغم ذلك تمكن الفناتك من ايجاد ثغرتين على مارتين ماتيريا مكنتهم ايجاد الادفانتج على منافسيهم من الفريق الفرنسي. فناتك حاليا ممكن خلقوا لانفسهم مومنتوم يمكنهم من التخلص من منافسيهم. لازم نذكروا انه الفارت ما خسروا الا لاعبين في الراوند من قبل خسروا لاعب فقط بينما الفناتك استفيقوا من الصوبات نتاعهم ما نعرفش. هذا بطبيعه الحال سؤال مطروح ينجم الاجابه نتاعو تكون ايجابيه او سلبيه. في اخر المطاف يعني كما قاعدين نلاحظوا الفناتك يبحثوا على حل يمكنهم من التدخل بخساره اقل لاعبين ممكنين ويحاولوا انهم يرتكزوا في مناسبه اخرى على البومب سايت اي لانه المارتين اللي كانوا فيهم ناجعه كانت انطلاقا من البومب سايت اي ممتاز المداخله من عند دانيس في اخر المطاف ما لقاش النجاعه اللي مكنته من بيك اب ابي كي كان اسرع ولقى هيد شوت على النظير نتاعو محاوله نتاع تدخل من ناحيه اخرى في اتجاه البومب سايت بي رغم استعمال السموك من عند لاعبين جي 2 على مستوى البنانا والتدخل يتم مولوتوف يتم القاها بادي في الاسبراي يلقى بيك اب على فلاش اب بيك اب على كريمز ممكن يبحث على تريبل لكن لاعبي الفناتك خيروا انهم يرجعوا الى خلف. سيفو طايح على تحت اعين لاعبي الفناتك تحت اعين لاعبي جي 2 اعتذر من وراء سموك سكرين يعني باش يتم في الحال تجديده في لحظات القليل القادمة. جرينيت ممتازة تخلي البادي ب 51 هيد بوينت وون تم جي دبليو مطالبين بخلق الفارق امام ثلاثة منافسيهم اللي حاليا قايمين بستاك على مستوى البوب سايد بي. نو سكوب من عند جي دبليو يحاول يبحث على الضغط على منافسيه في وقت وون تم يسبري بلا وقوف على منافسيه 11 هيد بوينت بقاو لون تم بعد اللاك شوت يتلقاها بالاوب من عند منافسه سميثز وبطبيعه الحال ابي كي بسبراي نتاعو يلقى خيانه البيك اب على جي دبليو وعلى اعتذر على وينتون وجي دبليو يسقط على ايدي شوكس بعد الباك ستاب اللي تعرض له 12 نين لحد الان وراوند اخير في عمر الفيرست هاف ممكن يتجه الفريق جي 2 او الفناتيك. أظن إذا وكما قال اللاعب وضع مزري للاعبي الفناتك كعامة فقدان اليوتيليتيز بطبيعة الحال في وقت فريق جي 2 اي سبورتس متسلح ومتحزم منتظر في مداخلات المنافسين نتاعو في اتجاه البوب سايت اي يستعمل جيد السموك الهوني من عند لاعبي جي 2 يغطيه بطبيعة الحال لوج ويضعوا الفناتك في موقع سيء نسبيا انتظار انطلاقه من البوب بلانت او سميثز يعرض نفسه لاختار الشخص انا موجود في ريفانج خاص وينتون دانيس يسقط على بي كي في دبل يقطع بيك اب على كريم سقوط الاوبي كي ما يبقى الا فلاش او جي دبليو حاليا يحاولوا يدخلوا سكريم يلقى الباك ستاب على منافسه جي دبليو 41 هيد بوينت فقط على فلاش من ثلاثه منافسيه يلقى البيك اب الاول على شوكس حاول يتجاهل البوم بلانت او يفشل في جد الهاد شوت على سكريم كان على خطوه وحيده على مليمتر وحيد من ايجادها بطبيعه الحال استعمل يعني جيد الفلاش من عند فلاش اللي حاول انه يضغط على منافسيه يمر اتجاه اللايبرري حاول يعطي ظهر لمنافسه سكريم لكن الموقع نتاعو يتعطى في اخر المطاف باش يحاول يتجه للبوم سايد بي سكريم من موقعه عنده فكره وين منافسه يبدا يحاول يتجهه باش يحاول انه يباخذه وينتظر مداخلته حاليا خيرش انه يضع نفسه في موقع سيء وانتظر في الفوت ستبس من فلاشة قبل ما يمر بطبيعه الحال للاكشن. سكريم مازال في الانتظار على مستوى البنانا فلاشة يقوم بالبوم بلانت سكريم يتعرف على ذلك قدم بخطه بطيئه او محاولة لتطبيق كروس فاير ممكن لا بادي كذلك يتجه
البنانا سكريم منتظر التيم ميت نتاعو يخير انه يتقدم في وضع نتاع 2 ضد 1 لان نحسوا انه سكريم مختلف في البلاي ستايل نتاعو على قبل حيث انه كان يعول على نفسه بطريقه كبيره للغايه لاحظوا هنا المستوى العالي نتاع التيم بلاي اللي قاعد يقدم فيه يخير بطبيعه الحال انه يضع كل فرص في صالحه وهذا بطبيعه الحال ميزه من ميزات اللاعب الجيد يحاول يمر سكريم او يتعرف على موقع فلاش يتركه بطبيعه الحال 14 هيت بوينت لا سموك جيده او ممتازه الحاد شوت من بودي بامن راوند 13 جي 2 اي سبورتس 13-2 هي النتيجه النهائيه للفيرست هاف ما بين الفناتيك والجي 2 اي سبورتس صدمه للفناتيك صدمه لمتابعي الفناتيك والمشجعي الفناتيك ومفاجاه ساره للجي 2 اي سبورتس على ما اظن هذا رايي بطبيعه الحال والسكند هاف يزيد يحكي لنا اكثر واكثر على نهايه هذه المباراه انطلاق اذا للمباراة في السكند هاف نتاعها المرحلة الثانية ما بين الفناتيك والجي 2 تعداو
40 دقيقة 40 ثانية على انطلاق الفيرست هاف مع بقاء اذا جي تو اي سبورتس تيم مناطق دفاعية يحاولوا بطبيعة الحال انهم يقوموا بالسكاوتينج يحاولوا يبحثوا على مراكز منافسيهم ولاحظوا لهنا بطبيعة الحال الصبر من عند لاعبين جي تو يحاولوا انهم يبتعدوا من اي ريسك يحطهم بطبيعة الحال في وضعية خسارة من منافسهم الفناتيك متخوفين من ان السيناريو اللي قدموه في الفيرست هاف ينقلب عليهم امام نظير اللي يعرف يتصرف في السيتي سايد نتاع انفيرنو بطريقة ممتازة للغاية انتظار الهوني بالجلوكس بي 250 فقط على اي دي سكريم ممكن هو اللي باش يصنع الفارق في الراوند الحالي مع بطبيعه الحال يوتيليتي في الموعد سموك جيده في اتجاه الشوط محاولة المرور ممكن ميتسوبي هذا هي اكثر تاكتيك يتم تطبيقه عاده على مستوى المباريات المحترفه في انفيرنو دانيس ممتاز يلقى هاتش اب ثاني على الشوت يعني محاولة البقاء على قيد الحياة فلاش ودانيس يكملوا يدخلوا راوند كان سريع للغاية لصالح الفناتيك نجاعة ممتازة من لاعبي فريق السويدي وجي تو اي سبورتس اللي فشلوا في انهم يلقاو الانتروبيكس اللي مكنوهم من التدخل على البوم سايت من دون اي اشكال. سلطار ثلاثة إذا هي النتيجة الحالية انتصار على مستوى البيستل راوند لفريق الفناتيك ومرة أخرى جي تو اي سبورتس في نفس السيناريو بتاع الانتظار جرينيد سيئة من عند جي دبليو على بطبيعة الحال صفوف جي تو اي سبورتس متروك إلا لاعبين فقط على قيد الحياة سكريم شوكس من نورفولك ما كان من إيجاد هاتشت على دانيس لكن هي هيت بيك أب فقط لن يكون بالكافي وفلاش يحسم الأمور و 13-4 فناتيك يلقى أنفسهم راوند آخر هذا هو السيناريو اللي كنت متحدث عليه التي سايد صعب للغاية على التي سايد في انفيرنو جي 2 اي سبورتس مطالبين بايجاد حلول حاليا مطالبين بالانتصار في 3 راوندز بالتالي على الفناتيك هذا باش يكون صعب للغايه تطبيقه في ظل الانطلاق السيء اللي قاموا به في هذه المباراه 13-4 كما كنا نحكيه مع ايكو راوند ممكن تتحول الى 13-5 في بضع الثواني القادمه بحكم انه بطبيعه الحال جلوكس يو ام بي وام فورس باش تكون شبه مستحيله على فريق جي 2 اي سبورتس يعني كما قاعدين نلاحظوا جي دبليو يلقى هاتشت من دون اي اشكال على اللاعب ستريم وحاول المرور من عند سميث في اتجاه البنانا تنتهي بيك اب من عند وانتن عليه مرور لدانيس اللي يفسخ من نفسه وان بي كي سقوط البلاي ما يبقى الا شوكس اللي قاعد يحوز حاليا على مستوى البويلر جات الحال عنده بي 250 على يدي يحاول ممكن يبحث على راس اي منافس كان يتمكن من ايجاد بيك اب على الاقل بيك اب شرف شوكس يبحث على الثاني قوم ريلودينج يرجع الى خلف ويعرف انه منافسيه عندهم فكرة على تمركزه وين بالضبط يرجع في الحال في اتجاه الساند بيت يحاول يغطي على نفسه كارير تاكتكس ينتظر بطبيعة الحال انه جي دبليو ينطلق في البحث عليه عنده فكرة جي دبليو انه منافسه قاعد ينتظر فيه على مستوى الساند بيت بطبيعة الحال منطقة المركز نتاعه او بشكل عام جي دبليو او يبحث التك لاين نتاعه على البيك اب كريمز مجرد التغطية تخلص منه امن اذا الراوند الخامس لصالح الفناتيك يعني الصراحة لحد الآن جي 2 تمكن من السيطرة على المباراة الفناتيك من موقعهم واجهوا العديد من الإشكاليات في البقاء على مستوى الفيرست هاف السكند هاف هذا كان سهل عليهم نسبيا في الانطلاق بحكم انهم تمكنوا من الانتصار على مستوى البيسل راوند لكن حاليا فول باي من عند الجي 2 ممكن يقلب الوضع لاحظوا وجود اليوتيليتيز ما بين سموكس وفلاشز على لنا الشوت خاي سيء للغاية على بودي تخلي ب 49 هيت بوينت في وقت اللي سكواد نتاع الفناتيك مازالت قاعدة تاخذ في مواقع جيدة للغاية مكانها من أن يدافع على نفسها وينتون ممتاز يتخلص من بودي اللي كان بطبيعة الحال ممكن نقطة ضعف فريق جي 2 اي سبورتس على مستوى البوم سايت بي يسقط حاليا بعد مداخلة منافسه وينتون اللي هو بطبيعة الحال الصاب معوض لاعب اولف مايستر اللي ما عطاش مباراة تشرف للغاية هو بيكي في الانتظار يحاول يبيكي على البنانا
تعليقا من البنانه على بومب سايك بي، وانا يعني سموك جيد للغايه، عم نمر اللاعب ار بي كي مش متخوف من ظهره بطبيعه الحال، يقفز عنده الفاونتن ام ام ويحاول يسبراي ما يتخلص من نفسه. وانتون كرينز موجود في تغطيه الشوكس يقدر بيك اب على وانتون، ما يبقى ولا سكريم الشوكس حاليا في الدفاع على البومب سايك بي، ريتيك مش يكون مستحيل على لاعبي الفناتيك، يلقى انفسهم اوب على اي جي دبليو وثري رايفلز عن بقيه سكواد، سكريم يلقى نفسه بهيد بوينت فقط، حاول انه يغطي على نفسه من منافسي بطبيعة الحال بتكون عملية صعبة للغاية، جي دبليو بالاوب مازال عن بعد انطلاقا بطبيعة الحال من سيتي بتحاول انه يضغط على منافسي، نيس شوكس يلقى الهيدشوت على دانيس يحاول يسبري يفشل في ذلك فلاش يربح الدول، انتظر من سكريم يلقى هيدشوت اولى وكريمز يامن لورا، و13-6 والفناتيك يلقوا انفسهم في وضع جيد للغاية، 13-6 يقتربوا من تعديل النتيجة، ام جي تو اي سبورتس فشلوا في انهم يوجدوا اي حل هجومي يمكنهم من مؤاخذة بومب سايت ايا كان والانتصار براوند في هالتي سايد. عدد المباريات 13-6 لحد الان جي 2 اي سبورتس في وضع سيء على مستوى السكند هاف مش على مستوى المباراه بطريقه عامه. وفوست باي حاليا بيستولز على اسد دانيس ماشين جان يلقى بيك اب على سميثز فلاش اب دي دبليو موجودين في الدفاع وشاكس اخر لاعب على قيد الحياه ودانيس يطلب يعتذر اذا من لاعبي الجي 2 ويأكد انه رونج باي نجيب ممتاز من هذا التنس على الاقل مكرون انه يجد بيك اب على الاقل على الاقل يعني بطبيعه الحال سقوط نتاعو يمكن من ايجاد باي اخر وفريق الفناتيك حاليا لقوا انفسهم راوند سابع ويخفى من جي 2 اي سبورتس بعد فرصه باي السريع اللي حاولوا انهم يقوموا به. يعني النظام اللي كنا نلاحظوا فيه على مستوى السيتي سايد مع جي 2 كان يرتكز بالاساس على المواقع الدفاعيه ممكن باسيف اجريسيف نسبيا معناها يحاولوا انهم يبتعدوا من المناطق الخطيره وفي صوره انهم بطبيعه الحال صارت اجريشن لاحظوا انه فما سوام يصير من عند الفنات من عند الجي 2 حاولوا يتقدموا بطبيعه الحال يحاصروا من نفسهم في التي سايد حاليا التكتيك هذايا والطبيعه هذه ما تخدمش ليست بالفعاله ولازم لاعبي جي 2 يحاولوا انهم يلقوا حل مكانهم من ايجاد الاندفيدوال بيكس اللي يعطيهم بطبيعه الحال ادفانتج لاعبي الفناتيك طلع جيد انطلاقا من البويلر لكن ما في حتى ادنى نجاعه للاعبي جي 2 سكرين في الانتظار كفانجارد انطلاقا من البويلر يحاول انه يبيك لعله وعسى يلقى هات شوت على اي مكان من المنافسين او بطبيعه الحال بيك اب جزم حتى هات شوت يمكن انه يدخل على البوم سايت اي لمحل المتخزن تاعو باش تكون صعبه للغايه وبادي هو اللي باش يكون العنصر الفعال على مستوى البنانا باش يضغط على المنافسين 55 هيت بوينت فقط يبقى له بعد الشوت اللي كان تلقاها من عند منافسه سموك ثاني اللي يتم استعماله من عند شاركس بطبيعه الحال في بوغيت انه يعطي اكثر تغطيه للفريق نتاعو والروتيشن في اتجاه بوم سايت بي على ما اظن لاحظوا كذلك انه اللاعب وانتن يخير انه يرجع الى خلف يحاول انه يسند التيم ميت نتاعو كريمز اللي حاليا على بصدد الانتظار سكرين من موقعه بطبيعه الحال تلقى الكثير من الدمج يلقى نفسه 13 هيت بوينت فقط مع اوب على ايلي سميثز يحاول فريق الجي 2 من انه يضغط بطريقه فعاله على منافسي انطلاقا من الدارك سبوت على وينتون في الانتظار ار بي كي يتمكن من ايجاد هات شوت على وينتون في اخر المطاف لكن ما بقاش النجاح الكافيه كريمز في الانتظار او سبراي جيد وسميثز يتمكن من انه يتخلص من منافسه كريمز نبقى في وضع بتاع 3 ضد 2 بعد بيك اب يتمكن من دانيس على سكرين يسقط فلاش ما يبقى لسميثز بالاوبن على دي و15 ثانيه بطبيعه الحال باش يفعل السي لكن في اخر المطاف جي دبليو يلقى النجاح الكافيه وتخلص من لاعب جي 2 الاخير و 13-8 الى حد الان نايس كومباك فناتيك. مباراة مازالت متواصلة 13-8 لصالح الجي 2 اي سبورتس جرينيد هنا تنهي حياة سكريم وبطبيعة الحال ار بي كي سميثز والشاركس وبادي حاليا في وضع لا يحسد عليه لعب اي لعب سي اس جو يعني حاليا محاولة بتاع تدخل في اتجاه البوم سايت بي بطبيعة الحال تغطية غايبة انطلاقا من السيتي لكن اللاعبين متواجدين تحت البوم سايت بي حاليا كما قاعدين نلاحظوا كان كريمز انا بالانفون تاعو يلقى دامج على ار بي كي يخلي 21 هيد بوينت فقط لا ما كانش كريمز اعتذر
ذلك كان فلاشا او دانس مانيش متاكد من ذلك. لاعبي جي 2 يحاولوا يتقدموا ما نعرفش، يقدموا على البوم سايت بي، يرجعوا الى خلف، يعاودوا يتقدموا، يعاودوا يرجعوا الى خلف، يعني كثير من الباك اند فورث، فما حتى شيء واضح في الوضع التكتيكي والاستراتيجي لفريق الجي 2 اي سبورتس. يعني حاليا كريمز يلقى نفسه 32 هيد بوينتس، جيد، على الاقل فما تعديل نسبي في الاوضاع بين الفناتيك والجي 2 اي سبورتس، وفما تقدم بطيء حاليا. لاحظوا التمركز اللعبه فلاش اللي قاعد ينتظر، يعني بطبيعه الحال في الانترميديري ما بين السيتي سبون و بطبيعه الحال الارشز، يحاول انه بطبيعه الحال يسند التيم ميتس بتاعه على اول فرصه تسنح له. ممتاز فريم عن دانيس، لكن ما نلقاش النجاح الكافي لا هو لا اللاعب شوكس. شوكس 13 هيد بوينت، 5 لدانيس، يعطي بظهره كريمز لكن يلقى البيك اب على بادي، وشوكس اخيرا يتخلص من المنافسه بتاعه. كانت جيده من عند ويلتون، ما يترك الا لاعب فقط على قدم حيده كريمز، لان في التغطيه يتخلص من بيكايو. 16 9 جي 2 اي سبورتس يطالبوا بطبيعه الحال بوز، يحاولوا يتحطوا ويتحاولوا فيها على فيش قاعدين يعملوا في اللحظات الحاليه. بشكل كبير بإضافة كبير، يحاولوا انهم يتشبثوا بالبوم سايد بي كمدخل، يقتل الشوكس، يتلقى الكثير من الدمج، يعني وابانك انطلاقا من ايدي لاعب جي دبليو من الميدل، محاولة متاع ممكن تقدم متعصب من عند لاعبي الجي 2. ممتاز السموك الاستباقي من عند اللاعب كريمز اللي يتفلاشى حاليا، ما يلقى حتى ادنى نجاعه في السبراي بتاعه، بطبيعة الحال ما عنده حتى فيجوال على المنافسين. ممتاز لاعب سميثز اللي محاله يسقط بالملطط من عند ويلتون، يمشي 1 for 1 justice for all. وسبراي ممتاز من بوكيت،
خلصوا باللعب كريمزن بدون انه يعرف انه نفسه متواجد من ورا سموك اللي كان سبري عليه في الكونستراكشن خارق للعاده. اللعب هنا في العمليه الاستباقيه اللي قام بها فلوش الدانس وجي دبليو حاليا في محاوله تغطيه البوم بلانت في محاوله ايجاد ريتا في وقت اللاعبين الجي 2 متشابكين اذا بهالفرصه اللي سنحت لهم مش انهم يدخلوا ويلقوا انفسهم على الاقل راوند لصالحهم في الراوند الحالي. انتظار اذا ابي كي 29 سكرين 32 وبادي يلقى هاتشت على دانيس ب 52 هيد بوينت عنده شوك 43 هيد بوينت وما يبقى له فلاش على صوت اللاعب جي دبليو على اي لاعب ابي كي حاول انه يسيف السلاح نتاعو يتخلص محاله من منافسه ابي كي فلاش مازال يحاول ممكن يتجه يلقى يحاول يلقى نفسه اوب للراوند القادم ممكن يحاول يتدخل بشكل ديفيوزو يسيف الاوب احسن خيار قام به اللاعب فلاش او 14-10 لصالح جي 2 اي سبورتس واول راوند فيها تي سايد لصالح الفريق الفرنسي. إذا جي 2 اي سبورتس على خطوتين من الانتصار في المباراة هذه على فناتيك في بيست اوف 3 نتاع السيمي فاينلز للاي اس ال برو ليج فاينلز. يعني 14-10 لحد الان وكما قلت خطوتين على جي 2 من الانتصار فناتيك مازالوا 6 خطوات على الانتصار. يعني اذا كانوا النتيجة لحد الان بطريقة عامة جي 2 تمكنوا من انهم يعطيوا مردود افضل من مردود فريق الفناتيك. يعني لما ننظروا للسكوربورد نلاحظوا بطريقة عادية أن فلاش هذاك الناس ب 26 كيل في وقت اللي بقيت فريق الفناتيك من 12 من 13 كيل وإحنا هابطين. من ناحية أخرى 21 18 13 18 11 كيل السكواد بتاع جي 2 إي سبورتس يعطي نوعاً ما توازن للفريق والشوت سيء للغاية على الشاكس يلقى نفسه بهيد بوينت فقط وسميثز ب 27 يعني انطلاق سيء للغاية لفريق جي 2 إي سبورتس اللي قبل ما يصير أي شيء يخسر الأدفانتج نتاعو بطريقة استباقية. مازال بطبيعة الحال انتظار حاليا من عند لاعبي جي 2 اي سبورتس ابي كي تمكن من انه يوجد هاتشات على اللاعب جي دبليو مرورا هنا بالمولوتوب اللي ياخذ دامج اللي يخرج على اللاعب ابي كي يسقط باس سبراي بتاع اللاعب كريمز وان تون كريمز متواجدين تريبل اللاعب الفناتيك ما يبقى له شوكس بهيد بوينت فقط اللي بطبيعة الحال يخير انه ينهي الراوند هذا بسرعه بل بطبيعة الحال ما يفقد اعصابه فلاش شيء للغايه شوكس مازال على قيد الحياه فلاش كان تخلص منه 14-11 لصالح جي 2 اي سبورتس فناتيك تلقى انفسهم راوند جيد للغايه. لاحظوا ان القاعده الماليه للفريق السويدي عاليه للغايه 9000 7000 8000 4000 تقريبا 5000 و 2300 دولار تري جي 2 اي سبورتس يلقى انفسهم اقل من معدل نتاع 3000 دولار الفريق كامل يعني مش تكون فورس باي على ما اظن يعني بيستول سكريم يلقى ناس وديجل وممكن الاخوان ديجل المغربي يصنع الفارق في المباراه في الراوند الحالي محاوله حاليا محاوله من عند لاعبي جي 2 اي سبورتس كانوا ممكن يدخلوا على بومب سايت اي على ما اظن الفناتيك في مناسبه اخرى يلقى انفسهم 3 مان هولد على مستوى البومب سايت اي باش يكون صعب للغايه للسكواد الفرنسي من ان يتخلق ثغره تمر منها للانتصار في الراوند الحالي. تصور إشكال على مستوى شبكة الإنترنت نرجع أوف نايف أوكي 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 باهي لعب النص هذا اسمه ديسريسبكت يا ترى ماني كلمة ماني عم نلعب لاعبي الفناتيك لاعبي جي 2 إي سبورتس ها مرة نيجيف ها مرة نايف شنو زيوس المرة الجاية مش مشكلة. يعني 14-12 لصالح الجي 2 إي سبورتس هي النتيجة اللي قاعدين نعيشوا فيها يعني فول باي من عند جي 2 يخسر لاعب سميث بطريقة مسبقة بعد الأوب اللي تمكن به لاعب جي دبليو من أنه يتخلص من نفسه بقارب لاعبين فقط اللي باش يحاولوا أنهم يدخلوا حاليا على ممكن البومب سايد أي انطلاقا من الميدل أنا لهنا بوست من يتم بطبيعة الحال غادي إلى خلف من شوكس يحاول أنه يرجع للميدل يعني مع ضياع الأوب من أيدي سميث نلاحظوا أنه هو لعب سميث صراحة في المباراة هذه أعطاه مفعول جيد على مستوى الفيرست هاف، السكند هاف يعني كان غايب كل الغياب في وقت اللي بادي كان غايب في التو هافز يعني 11 كيلو ما بين الهاف الأول والثاني في 27 راوند أو 26 راوند بالأحرى يعني شيء يوجع القلب شوية.
جي 2 من موقعهم يحاولوا يمروا في اتجاه الشوط. بي كي بطبيعه الحال باش يكون فانغارد الفريق نتاعو لحد الان بطبيعه الحال، باش في انه يلقى الفيجوال ممتاز الهيد شوت من لاعب شوكس على جي دبليو. اما دانيس لاني موجود في ريفانش تخصم الشوكس قدم على بي كي فلاش في التغطيه بعد ريفانش سكرين كان تخلص من نفسه وبادي يلقى نفسه في وضع نتاع واحد ضد ثلاثه. مولوتوف جيده للغايه تعطي اكثر ضغط على منافسي يحاول بطبيعه الحال انه سكوبي يفشل في انه يلقى الدمج على منافسه مع سموك من امامه اللي قاعده ترفض ان يتخليه يتمكن من ايجاد السي 4 لصالحه. إشكالية متاع جو تي في على ما أظن ناصر، إشكالية متاع جو تي في، أعتذر على صمت، يعني تصورت أن الإنترنت كونكشن طلعت الجو تي في فيها إشكال. لحظة واحدة، 14-13 ما بين جي 2 والفناتيك هي النتيجة الحالية. رغم الفارت مشي في اتجاه الفناتيك وجي 2 اي سبورتس على خطوة وحيدة من تعديل النتيجة وخطوة أخرى من الانتصار، يقعوا أنفسهم بطبيعة الحال في مأزق كبير مع الباي اللي على أيديهم حاليا. يحاول بطبيعة الحال شوكس أنه يمر يشوف أنه يلقى الوان ديجل على منافسه وسكواد جي 2 تحاول تتمركز ما بين البوب سايت اي على الباي والميدل وبطبيعة الحال على البوب سايت بي انطلاقا من البنانا. محاولة بطبيعة الحال خلط الضوضاء في مناسبة أخرى، عودة إلى خلف يحضن الفناتك عارفين كيف يتصرفوا مع الماب هذه أمام جي 2 ومش عارفين كيف يلقوا المداخل باش مكانهم متصرفوا من إيجاد البوم بلانت على أي بوم سايت كان. جي دبليو بطبيعة الحال في الانتظار بعد ما فلاش يتمكن من إيجاد تريبل في الراوند هذايا وتأمين إذا الراوند أيس الفلاشة مش حتى تريبل أيس التريبل الأخير كانت الأيس الفلاشة يعني هذا باش يكون راوند الاخير لجي 2 اي سبورتس اما انهم ينتصروا فيه لتعديل النتيجه او انهم يخسروا المباراه هذه الاولى مستوى انفرنو يعني خساره تو فيرست هاف طياره على الاخر ساعه خساره خساره. انطلاق اذا للراوند 29 جي دبليو بالاوب كان خلص من سميثز وريفانج حتميه من عند اللاعب ار بي كي يخلص بها فريقه من اوبا نتاع الفناتيك. كيما قاعدين نلاحظوا مره اخرى الجي 2 في نفس الوضع نفس الوضع بطبيعه الحال ستاشنري سكرين يتلقى الكثير من الدمج شوكس ستارتنج هيد بوينت وبطبيعه الحال فريق جي 2 في وضع الى حد الان صعب صعب للغايه. حاولوا بطبيعه الحال انه يتمكنوا من ايجاد راوند على الاقل يمكنهم من تعديل النتيجه. شوكس كيف ما قاعدين نلاحظوا يتقدم انطلاقا من البويلر ممكن يحاول يبحث على انتري بوينت في اتجاه البوم سايت اي يعطي اكثر مدخل امن للاعبي جي 2 اي سبورتس في ظل التمركز نتاع لاعبي الفناتيك. عوده الى خلف من عند سكواد جي 2 بعد سقوط اللاعب ار بي كي انطلاقا اذا في اتجاه الارشز بطبيعة الحال ما هو الا شيء عادي انه يخمن اللاعب جي 2 انه بطبيعة الحال بوم سايد بي باش يكون امن اكثر سكرين ممتاز للغايه في ان هيومن رياكشن يدور يلقى بيك اب على كريم سكرين ممتاز بعد استعمال مولوتوف وانتون كان تخلص من سكرين يلقى عليه هاتش فلاش يلقى بيك اب على بازي والشوكس اخر مولوتوف يسوي الوضع تناسب 16 هيت بوينت يحاول يقوم بالبوم بلانت بطبيعة الحال يعرف انه فما شكون اللاعبي الفنانتك يحاول يتقدم عليه انطلاقا من الكونستراكشن يلقى روحه بخمسة هيت بوينت بطبيعة الحال يحاول لاعب شوكس من انه ينقذ نفسه من مداخلة لاعبي الفناتيك دانيس وفلاشا بطبيعة الحال في الانتظار من الكونستراكشن ممتاز لاعب شوكس ويسقط السبراي بتاع دانيس و15 14 لصالح الفناتيك ويعني هنا نجم نقول الفناتيك بالحق عملوا كومباك نتيجة 15 14 وبنقطة وحيدة اللي تفصلهم عن الانتصار مع وضع مالي للاعبي جي 2 اللي صراحة لا يحصل عليه. خمسطاش أربعطاش إذا وراوند أخير في المباراة هذيا إذا كان انتصار الفناتيك
او ممكن راوند اخير للهالف الحالي قبل الاوفر تايم اذا كان جي 2 يتمكن من تعديل النتيجه. سميثس في مناسبه اخرى يتعرض للوغل باين جيم كان وصل 52 هيد بوينتس، و كما قاعدين نلاحظوا حاليا يعني فناتيك في الحركه بتاعهم قاعدين يحاولوا انهم يحاصروا لاعبي جي 2 ويقصوا عليهم اي فرصه مرور من اي موقع كان، ويعني هذا بطبيعه الحال قاعد يلس لاعبي جي 2 في انهم ممكن يقترفوا بعض الاخطاء على بعض الاحيان. هو بانجلوني من عند اللاعب بادي يترك وانتم 85 هيد بوينت، يعني النجاح ما كانتش عاليه ما كانش اون بوينت، وبطبيعه الحال استعمل اليوتيليتي حاليا على مستوى الميدل مش قادر يعطي كذلك في النجاح اللي كان يبحث عليه ممكن فريق الجي 2. مرونا هنا من الاون سكرين في اتجاه البايلر يحاول يبحث بطبيعه الحال على موقع ارتكاز يمكنه التعرف على ممكن البوزيشننج بتاع منافسي، استعمال بتاع انسنديري على عجله، استعمال بتاع مولوتوف سموكس من دون اي مفعول الى حد الان. كما قاعدين نلاحظوا يعني الفناتيك ما تحركوا حتى تحريكه من البوزيشن من البوزيشنز بتاعهم، المحاوله بتاع مرور بكل بطء. اوه فلاش ممتاز، فلاش هيك مكان ايجاد داون سبراي من عند دانيس يخلصوا من بادي يسقط سكرين ما يبقى الا الشوكس، مكان ايجاد هاشوت على جي دبليو الفناتيك تمكنوا اخيرا بعد سباق طويل من انهم يلقوا نقطه اولى لانفسهم ويربحوا المباراه الاولى بتاعهم امام الجي 2 اي سبورتس في البيست اوف 3 بتاع السيمي فاينلز للاي اس ان برو ليج. ما بالقادمه نثبت لكم في الفيديو على ما اظن باش تكون كاش واختيار بطبيعه الحال جي 2 ماب اللي متمكن منها فريق جي 2، وتوصلنا الا بضع دقائق قبل الوصول اليها. ابقوا معنا على عرب اي سبورتس على الشانل بتاعنا بطبيعه الحال، بوز صغيره ونكون معاكم في ما تبقى من مباريات السهر. We'll be right back.
say about that one. Fnatic versus G2, and Fnatic have done it again.
nothing. I fall in love too fast.